في كتاب الأساطير نجوم تألقت في سماء الرياضة الإماراتية، وعلى منصة سبورت فور أول نختار لكم أحد هؤلاء الذين لن تنساهم الذاكرة. سالم جوهر أول إماراتي يرفع كأس آسيا للأندية البطلة. لقب براجمة الصواريخ بسبب أهدافه الصاروخية. إنه النجم سالم جوهر سالمين الخاطري الذي ولد عام 1971 في إمارة عجمان. عشق كرة القدم منذ الصغر بشكل كبير، وكان يلعب مع رفاقه في الملاعب الرملية. بدأ المدفعجي سالم جوهر مشواره مع نادي عجمان وهو في سن 17 عاماً، قبل أن يتم تصعيده مع 4 من زملائه إلى الفريق الأول موسم 88-89. انفجرت موهبة سالم جوهر مع الفريق الأول لنادي عجمان ليحقق معه إنجازاً تاريخياً بالصعود لأول مرة في تاريخ النادي إلى الدرجة الأولى في الدوري الإماراتي. وفي نفس العام نال سالم جوهر شرف ارتداء شعار المنتخب الإماراتي الشاب ثم المنتخب الأولمبي، وكانت مباراته ضد منتخب مصر هي بوابة انتقاله إلى نادي العين، فقد تألق فيها وسجل هدفا. وبالفعل انتقل بعدها سالم جوهر إلى صفوف نادي العين موسم 91-92 واستمر معه حتى عام 2005. وحقق سالم مع البنفسجي خلال هذه المدة 14 لقبا، وكان أبرزها الإنجاز الكبير للكرة الإماراتية وهو الفوز ببطولة دوري أبطال آسيا عام 2003 ليكون نادي العين أول ناد إماراتي يفوز بهذه البطولة. وحقق أيضا مع العين 6 ألقاب للدوري المحلي و3 ألقاب لكأس رئيس الدولة ولقبين لكأس السوبر ولقب في كأس الاتحاد بالإضافة لبطولة كأس الخليج عام 2001. عاد سالم جوهر عام 2007 إلى نادي عجمان كإداري للفريق إلى جانب مشاركته كلاعب، وأعلن سالم جوهر اعتزاله كرة القدم نهائياً عام 2008 بعد مشوار حافل امتد لعشرون عاماً حقق خلالها الكثير من الإنجازات. أساطير الرياضة الإماراتية، الكتاب الذي يملأ مكتبتك بالتاريخ ويستعرض لك الإنجازات الرياضية. من تأليف عبد العزيز عبد الله، إصدار دار نبط للنشر وشبكة سبورت فور أول الإخبارية. سارع باقتناء نسختك عبر الرابط التالي، أو بإمكانكم مسح رمز QR على الشاشة لشراء النسخة.